الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طاعة لله ليست مجرد أوامر تنفذ، بل هي نظام إلهي ينسجم مع الفطرة البشرية ويهدف إلى تحقيق السكينة النفسية والرضا الداخلي. على النقيض، المعصية تفتن النفس بلذاتها المؤقتة وتزرع القلق والاضطراب في أعماقها. الطاعة تعني الامتثال لأوامر الله واختيار طريق الخير الذي يقود إلى الطمأنينة والحياة الطيبة السعيدة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عندما يلتزم الإنسان بالطاعة، إنه يتصل بمعنى أسمى وغاية عليا ما يشعره بالسلام النفسي. المعصية تبدو في ظاهرها حرية أو متعة، لكنها في جوهرها انحراف عن المسار الإلهي الذي رسمه الله للإنسان ليسير عليه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا الضنك ليس مجرد عقوبة أخروية، بل هو شعور داخلي بالقلق والضياع والضيق. النفس البشرية مفطورة على حب الطاعة، وعندما تخالفها تعيش في صراع داخلي مستمر. الطاعة ليست مجرد أفعال خارجية، بل هي اختيار ينسجم مع طبيعة الإنسان الذي يبحث عن السكينة. الإنسان الذي يطيع الله تعالى يعبر عن تحرره من الشهوات، بينما الذي يعصيه يقع ضحية لرغباته فيغرق في دوامة من الحيرة والتشتت. الطاعة تعيد للنفس توازنها، إذ يشعر الإنسان بأنه جزء من نظام متكامل. وفي المقابل، المعصية تزرع شعورا بالذنب الذي يثقل النفس حتى لو حاول صاحبها تجاهله، فيظل أثرها النفسي حاضرا. وفي الختام، طاعة الله تعالى هي الطريق الوحيد إلى السكينة والحياة الطيبة، لأن الطاعة توافق الفطرة وتمنح الإنسان هدفا ساميا لحياته. أما المعصية فهي سراب يبدد الطمأنينة ويترك النفس في تيه وقلق. السير في طريق الطاعة هو اختيار الوعي، والابتعاد عن المعصية هو الخلاص من قيود الذات وأوهام اللذة المؤقتة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.